طلب الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنبر يا أخواننا أظن محدد له الكلام عن موضوع الصحابة أو النقاط اللي أثيرت في المنبر هنا البارح من قبل الأولاد بتاعنا الشعبين، أولاد الترابي. والنازل كما هو معتاد عند أي طالب متابع للوضع في الجامعات وخطاب الشعبيين بالذات اللي بيسموهم خطاب إسلامي، وهو في الحقيقة خطاب عدائي للإسلام. كل إنسان متابع للوضع في الجامعات عموما وخطاب الشعبيين خصوصا بيعرف إنه هؤلاء الناس عندهم جرأة شديدة على معارضة الدين الإسلامي. دي الحقيقة كده، على معارضة الدين الإسلامي والطعن في الدين بكل ما أوتوا من قوة. وما غريب الكلام اللي قالوه البارح، وإن كان الكلام ده إحنا بعد شوية لما نعرضه أي طالب حيتغزز من الكلام ده، لأنه كلام قبيح جدا. ويكفي في رد هذا الكلام وفي إبطاله إنه نقرأ على أي طالب فقط، بس نقرأه نقول لك قالوا كده. أنت براك بقدر ما عندك من العلم المتواضع بتعرف تماما انه الكلام ده ممكن يهدم او حقيقه هو بيهدم الدين الاسلامي اصلا من اصله كده. طيب اولاد الشعبيين جو تكلموا زي نفرين ولا ثلاثه البارح هنا، وانا ما بصدد الذكر واحد من اسمائهم لانهم في النهايه تبع للترابي وتبع لافكار الترابي، والترابي مات وافكاره باقيه موجوده ينشر فيها ناس الليله زي ابو بكر عبد الرازق، ده باعتباره نائب الترابي في الفكر، ومين السنوسي نائب له ايضا في السياسه وفي الفكر، ومجموعه من الولادات كلهم ما يتجاوزوا 70 اليد. والحمد لله كانت نتيجه فكر الترابي والمؤسسه اللي قام بها الترابي الدينيه اللي استمرت في السودان اكثر او تقرب ل 30 سنه، نتيجتها 7-8 شفع بايظين ما نافعين، دي نتيجتها. والحمد لله الشعب السوداني لفظ الترابي والفكر بتاعه برا. يا اخي انت كترابي زول قبل اليوم بتقول انا الخليفه بتاع المسلمين، وهو قائد المشروع الحضاري الاسلامي في السودان، وزول كاتب لدساتير بتاع الدول، وكاتب لقوانين بتاع الدول، ويقرا القران بسبع روايات، ودرس الفرنسية ودرس الإنجليزية ودرس ما أعرف شنو العربية والقانون الشرعي الإسلامي والقانون الدولي وكله ده كله. نتيجة الترابي في السودان شنو؟ نتيجته ضياع في السياسة، ضياع في العقيدة، خرب الدين الإسلامي ومات، والآن فكره ما يتجاوز الناس الماسكين الفكر بتاعه 70 اليد. ما في هسه، وين في كم شعب في الجامعة دي؟ هسه اي شعبي في الركن ده يرفع اصبعه، في كم؟ ما في. لكن ما دام الافكار دي موجوده ولو عند زول واحد بس، نحن هنا بنجي بنرد عليها. والواحد ده ولا الواحدايه لو عنده راي اللي يجي يناقشنا. انت ما تقدر تتكلم هنا وتبرطع وانا عندي راي، عيسى ما نازل، عيسى رفعته انت؟ ما نازله على كيفك؟ ما نازل عيسى، بالله؟ يا سلام عليك. ودابة ما في، ها وتاني. والمسيح الدجال قالوا عينه، مرات يقولوا عينه اليمين بايظة، مرات عينه الشمال بايظة، يا زول بايظات الاثنين، تعال ناقشنا. جهلة حفظهم شبهات، والشبهات اللي حفظوهم ليه؟ ذاتها ما حفظوه كويس. تعال أول حاجة، نحن يا شعب الولاد اللي اتكلم البارح لو قاعد ولا لو في واحد فردته قاعد هنا، نحن حنقرا الشبهات دي وبنناقشها. أعمل له مسكول خليه يجي، رسل له رسالة كويس، خش لها بالواتساب ناديو. اول حاجه بنعدل لك الشبهه بتاعتك، نوقف على كرعيه لانه شبهتك ذاتها ما واقفه كويس، نوقف لك على كرعيه وبعدك نكسرها لك. طيب اولا اديك الموجز بتاع الانباء، الانباء الفاشله دي، موجز الانباء بتاع ركن البارح بتاع الشعبيين. قال الصحابي يسكر ويعربد ويقول رضي الله عنه، دي نمرة واحد، ده بيحتاج رد هسه؟ أنا ما أجي برد عليه، لكن ما بيحتاج. صحابي عربد
صحابي التقالو ساكن هنا في مايو كويس، ومع الاعتذار يا ناس مايو. طيب قال المقايضة اللي حصلت بين موسى والرسول في الصلاة، مقايضة يعني امشي نقصوها لك وارجع تاني، ينقصوها لك كده بيتكلم. طيب ثلاثة، قال ما في اي مسألة مجمع عليها كويس. بعديها أربعة، قال عيسى ما نازل، اها الدجال قال ما حيظهر آخر الزمان. بعدين قال هناك تناقض وتعارض في الروايات بتاعت نزول أو ظهور المسيح الدجال كويس. قال الترابي سأله قال أنا أعلم من الرسول، والكلام ده صح، أعلم من الرسول كويس، السلام عليك يا الترابي، أعلم من الرسول. وطيب أنت كان أعلم من الرسول، الجماعة دي شلتوه كيف؟ شلتوه جماعة الرباون ذاته، جماعة الرباون وزمان بيغنوا له من بدري، جماعة الترابي بواحد اسمه عبير منو ما عارف لمتين يا حسن، حسن ده رباه والترابي ها رباه واحد اسمه علي، حسن ده ترابي واحد اسمه علي، خليك منه لمتين يا علي تكبر تشيل حملي، ويا كا علي الخلاك ابوي دخري الى اخره، وري ري ري الى اخره. في النهايه علي كبر وشال الترابي، خدت اربع رمضان في السجن، ترابي ذاته سجنوه ها. واحد من اللطائف والغرائب الجميلة، الترابي قال أي زول يفسر القرآن بمزاجه، يعني ما في حاجة اسمها مرجعية، ودي ذول جابها الولادات ديل وأنا بناقشها لك، قال ما في مرجعية لتفسير القرآن، أي زول يفسر بمزاجه. طيب أصل عنده منتدى بيعمل يوم الثلاثاء بتاع نقاش وبيفتح الفرص للشباب، واحد من الشباب قام قال له يا شيخ حسن أنت قلت أي زول يفسر القرآن بمزاجه، طيب قال لو ناس المؤتمر الوطني يوم 4 رمضان وكدخلوك السجن احتمال فسروا لهم آية ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، قال لي سجنهم ده صح ولا غلط؟ الترابي قال لهم ده ثاني ما تجيبوا لي، لأنه زريت لو قلت صح إذا يا ترابي أنت سجنت بنص القرآن، ولو قلت غلط إذا أبطلت القاعدة بتاعتك، ما هي تفسير صح. فهمت الكلام ده؟ طيب نمشي قدام، لسه احنا مع موجز الانباء بتاع ركن الشعبيين، ركن بتاع الحاد وزندقه ما اكثر من كده. انت قال الكفر ده صعب؟ كونك انت تجي تتجرع على الله، انت قال دي فلاحه ولا شطاره؟ قايلها كده خلاص فهلوه ورجاله؟ انت لو عندك رجاله مسويها على الرجاله اللي بوروك اليوم، انت لو عندك رجاله لكن تتراجع على الدين. طيب قال المراه تصلي وتأذن وتصلي بالرجال في المسجد كويس، وين النسوان الشعبيات اللي قاعد يصلي بالرجال هسه؟ وين هو يا اخي الحزب الشيوعي السوفيتي الذي جاء بالمساواه، وده زنادقه ملاحده اللي جاء بالمساواه بين الرجل والمراه، وقالوا المراه والراجل واحد وما في اي فرق بيناتهم. الحزب الشيوعي السوفيتي من تأسيسه من سنة 1902 وأعلنوا 1917 من الزمن ذاك لحد ما انتهى الحزب السوفيتي، انتهى تماما. جاء فلاديمير لينين ده أول مؤسس الحزب الشيوعي، فهمت؟ جاء بعديه وستالين، جاء بعديه ما تعرف مين خورتار ولا منو عارف، لحد ما آخر واحد منهم اللي اسمه جرباتشوف مين كده ما عارف، شت مرة واحدة ما فيهم. الكفار راسهم عديل، قالوا بجيبوا مرة تأم الرجال ومرة تكون إمام ومرة حاكم كويس، قالوا مرة حاكم ومرة تأم الرجال ومرة تعمل، ما جابوا ولا مرة واحدة حكمت الاتحاد السوفيتي لمن انتهى. تجي انت الآن دار تطبق، قال مرة تأم الرجال ومرة تكون الحاكم، وين الآن المرة الحاكم في البلد؟ وين المرة صلت بالرجال في السودان؟ وينها؟ طيب قال المرأة، قال تكون المرأة ممكن تكون ولية على نفسها، يعني تزوج نفسها براها. طيب قال القرآن والأحاديث قال فيها أخطاء لغوية ونحوية، القرآن ما فيه ناسخ ومنسوخ. طيب ده المهجز العام للأنباء، أجيك من الأول. قال صحابي يزني ويسكر ويعربد
ويقول رضي الله عنه أول حاجة يا عربي دي معناه شنو؟ دي معناه بعد ما تذكر بتقل ذبك. دي معنى يا عربي بتسيب دين، فهمت؟ بعد ما تذكر كان لقيت لك بيت في الشارع بتنط فيها ما سكران برا الشبكة، أنت بتلاقي أمك بتديها بمفراكة، دي العربة ده. تعالي يا شعبي أنت وشيخك الترابي والجماعة اللي معاكم، أثبت لنا إنه في صحابي كان قاعد يعربد، في صحابي قاعد يسيب دين، وينه ده؟ يسكر ويعربد، بتعربدوا أنتوا ديل؟ الصحابة ما قاعد يعربدوا، فهمت؟ طيب قال يسكر ويقولوا لك رضي الله عنه. سؤال، قال رضي الله عنه للصحابة منو؟ قال ربنا ولا لا؟ إذا اعتراض الشعب ده على منو؟ ربنا. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مجدل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أها طيب كيف أنت بتعترض على منو يا شعبي يا ولد؟ أنت فاهم واعي أنت على بكامل قواك أنت بتتكلم العقلية ولا ساي؟ القار رضي الله عنه ده ربنا، ونحن بنترضى عليهم زي ما ربنا ترضى عليهم، ونحن بنقولهم في الجنة زي ما ربنا قال في الجنة. ربنا كده قال في الجنة، ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا، يعني الناس اللي أنفقوا قبل الفتح والناس اللي أنفقوا بعد الفتح، ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى دي معناها شو؟ الجنة، الحسنى الجنة. ألا ليت يا شعبي، وأنا حسب ما أخبرت وأنا ما بعرف الجامعة دي، لكن في أظن واحد ولا اثنين منهم قاعدين، أنت اللي بتقول إيه يقولوا له رضي الله عنه، اعتراضك ده علينا نحن ولا على الله؟ إذا قلت علينا نحن بنقول لك لا، ما قلنا نحن، نحن بنقول زي ما الله قال. لو أنت عندك رأي أمشي أمسح الآية في سورة التوبة، أمشي أمسح الآية في سورة الفتح، أمشي أمسح الآيات الفيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة المجادلة شمسها، امسحها من المصحف عشان ترتاح يا شعبي من حقدك على الصحابة، ارتاح، ريح نفسك يا اللي بتكرههم دير، ريح نفسك، امسحها من القرآن، ولا القرآن كله شيله بعيد، قول ده ما يهودي نانا، امشي ابقى مع ناس لينين وماركس ونقد وفاطمة احمد ابراهيم والشعب، امشي ابقى معاهم يا اخي، سالك منو انت؟ انت ما رضيان، انت ما قبلان بترضي المؤمنين على الصحابة، امشي يا اخي، ابقى مع ناس ثانيين. الامام مالك رضي الله عنه كويس قال في الآية لما ربنا سبحانه وتعالى قال يعجب الزراع سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، الإمام مالك قال أي زول بيغتاظ من الصحابة ده كافر بنص الآية دي. أنت يا شعبي غايظنك الصحابة؟ مستكتر عليهم رضي الله عنهم، دي مستكتر عليهم؟ ليه يعني؟ رضيت أنت ولا رضا الله؟ الله رضا، الرضا منو فيكم يا شعبي؟ هنا الصحابة راجين ترضي منك انت، والله رضا عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا عنهم راض، وربنا شهد لهم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. تجي انت يا شعبي تقول وانا ما رضيان، ما ترضى عليك الله، ما ترضى يا شعبي، زعلان منه ازعل ثاني، تقال تضرهم بحاجة بلا شو المسكين ده، انت عارف زي زول اللي بيجي يقرا في البورد يلقى النتائج طلعت، يقرا في البورد يلقى زملاء ولا اولاد المهتمين الناس الشطار جايبين درجات سمحه وكده 3 بوينت سمثينج 3 بوينت سمثينج كده او 4 الا سمثينج حاجات زي دي كده، يتلقى زعلان، ازعل ساي النتيجه في البورد في شنو يعني؟ ازعل يا شعبي، غايظنك الصحابه؟ ازيدك تاني كمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال 10 في الجنة، دل في الجنة عديل، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، كلهم 10. أنت زعلان؟ في الجنة عديل. قيس بن ثابت بن شماس في الجنة، أبو هريرة في الجنة،
بلال بن رباح في الجنة زعلان؟ شوف الناس المرضانين ديل، انت عندك مشكلة مع الكيزان تجي تستدى في الصحابة؟ الكيزان ده نجموك، انت بقيت مفلس ما عندك اي حاجة، جعان تمشي تلقيطها لقيط، وديلك شبعانين ولا شغالين بيك ولا بيطعنوا في الدين ذاته، لأنه معه شغلة. الكيزان ديلك ما فاضين ذاتهم بينك، اجتماع بيجاي فيه نسرية ب 500 جنيه، اجتماع بينك في العيلفون بدون ما تعرف يا كل ثلاثة اجدادات واثنين كريستالة كبيرة ومع واحدة لبني بل بيشيل انه بيجي ماشي كده شفته ولا شايف قدامه في شنو ذات، ما فاضي لك يا اخي، انت زعلان من ديلك شي حل مشكلتك معاهم يا شعبي، حل مشكلتك معاهم، ديل ادوك ناس المؤتمر الوطني، فهمت كلامي؟ فكلامك في الصحابة ده عبارة عن كلام فارغ ما عنده قيمة، ومنو اللي بيصدقوا لك؟ هل الآن الشعب السوداني بيقبل لك كلام في الصحابة؟ ويا أخي الشعب السوداني لسه كلام في البرع ما دار يقبله، هل الصحابة؟ هل الله رضى عنهم؟ البرع ده ما رضى عنه ولا زول ذاته، البرع ده الشعب السوداني لسه كان نظمت فيه واحد بيجر لك عكاز واحد قرجة والله يمرقك من الجامع ده ثاني، تيجي تتكلم في الصحابة؟ أتحداك كلامك ده أمش خش لك أقرب جامع من الجامع البيجاي دي يا شعبي، أنا عشان أوريك النصيحة ما بكذب عليك، أقرب جامع أمشي خشه وقول لهم في صحابي بعربد، والله اللي يوروك العربد اللي طل من الله خلقك ما لقتك، ده كلام ما عنده علاقة مع واقعنا نحن ذاته، فهمت؟ طيب مشى قدام قالوا نحن عشان ما شفنا الرسول يقول لنا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني احنا بحاسبونا بالذرة والصحابة ما حاسبوه بأي حاجة، انت عشان ما شفت الرسول وهم شافوا الرسول دي فضيلة لهم، وانت لو كان في خير الله كان اختارك تشوف الرسول لو كان في خير زيه، لأن الصحابة دل ربنا اختارهم اختيار، موسى ما ناس جو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروا بالصدفة، لا ما بالصدفة، دل ربنا اختارهم اختيار عديل كويس، فانت ما شفت الرسول ما عندك الفضيلة دي، ما عندك، وبعدين البد الفضيلة دي منو يا اخوانا؟ عشان تعرف الكلام ده اعتراض على الله، يقول لنا هذولك يقولوا رضي الله عنهم، ونحن يقول لنا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ها؟ ومنو قال لك الآية دي لك انت براك؟ الآية دي عامة يا عامة، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بعد ذاك ممكن ربنا يغفر يعفو إلى آخره. طيب نمشي قدام، قال أما الحديث اللي فرضت فيه الصلاة وموسى يجي للرسول يقول له اذهب يخفف عنك، والمقايضة حصلت، مقايضة، شوف بالله قلة الأدب، يعني كون ربنا سبحانه وتعالى يخفف على عباده يفرض الصلاة 50 صلاة في الأول، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لموسى يقول له ارجع لربك واسأله التخفيف، يقول له إني جربت الناس قبلك أسأله التخفيف، لحد ما بقت 5 صلوات في العدد و50 في الأجر، الشعب سماه شنو دي؟ سماه مقايضة، بالله يا أخوانا زول بيتعامل مع الأنبياء بالطريقة دي ومع ربنا بالطريقة سماه مقايضة، ده تخفيف ما مقايضة، ربنا في القرآن في سورة الأنفال قال الآن خفف الله عنكم، ربنا ممكن يفرض حكم للناس ودي ما تردد زي ما هم بيعتبروا، يقول لك ده يا أخي ده تردد، ومعناه يعني الله كان في الأول ما قاصد ولا شنو يعني؟ والله في الأول كان ما بيعرف ولا شنو؟ ده كلام فارغ ما كده، لكن ده كان ربنا سبحانه وتعالى عنده منا حكمة يوريك نعمته تعالى عليك أنت، لما ربنا خفف عليك في الأول الحكم صعب ربنا يخففه عشان يوريك نعمته عليك، ده من الحكم، حكم في التشريع، لكن الشعبي يجي يقول لك دي مقايضة وده من قلة الأدب، ده من قلة الأدب. طيب مشى قدام ده المتحدث الثاني قال عيسى ما نازل، ليه؟ قال لأنه الروايات التي جاءت في نزول عيسى غالبا آحاد لفظا، أما المتواتر المعنوي فهو مؤول غير تأويل النبي، أيوة الأحاديث قال آحاد، أول حاجة الأحاديث ما أحد، دي معلومة أنت امشي راجعها، راجع كتب الحديث، الأحاديث ما أحد لكن قول آحاد، هل حديث الآحاد ما مقبول يعني؟ ما مقبول حديث الآحاد؟
تقدر تقول ما مقبول؟ اللي بيتكلم في الركن بتاع الشعبيين ده كم؟ كم نفر؟ اللي قال الكلام ده ذاته كم؟ واحد صح؟ طيب ده ما حد ذاته، خلاص كلامك ده ذاته ما مقبول، ورقتك دي ما مقبولة، ما حد إلا تجد كيف 13 نفر وتتكلموا مع بعض كورس كده، إن حديث الآحاد غير مقبول. ما أحد أنتوا برضو، يعني لو جيتوا 6 أنفار اتكلمتوا في الركن أحد، 7 أنفار أحد، 3 أنفار برضو أحد، وكلامكم الآحاد ده ذاته ما مقبول. هذه تحلها كيف؟ يا أخي ده كلام فارغ. الحديث ده في النهاية المسألة كلها وين؟ إنه حديث صحيح ولا ضعيف؟ لكن أحد ولا متواتر ده ما بيأثر في الحكم بأي حاجة. طيب بعدين نزول عيسى عليه السلام ثبت أيضا بالقرآن. أنت قالوا بالأحاديث برا بالقرآن برضو. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. قراءة ثانية وإنه لعلم للساعة. علم يعني شنو يا أخوان؟ لما يقول لك الحياة دي علم، يقول لك هذاك العلم بتاع كده، علم يعني علامة بتوريك المكان ده. وإنه لعلم للساعة. ربنا سبحانه وتعالى قال ويقوم الناس في المهدي. المهدي ده صغير لمن يادوب ولدوه. كلمهم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ده في المهدي. قال وكهلا. كهلا دي بتين؟ الكهل ده ده الكبير في السن. وعيسى عليه السلام لما رفع ما كان كبير في السن. كهلة دي بعدين لما نجي راجع. ربنا قال نمرة 3 قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته. وعيسى عليه السلام اتحداك جيب لي في نص واحد من نصوص القرآن والسنة إنه عيسى مات. مات وين؟ ما بتلقى مات، بتلقى توفى. والوفاء عندها معنيان، تعني أحيانا حسب السياق تعني الموت، وأحيانا تعني النوم. ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في منامها. أنت لما تكون نمت دي وفاء، دي وفاء عديل كويس. لكن الموت ده بعدين، عيسى ابن مريم بعدين يجي يموت بعد ما ينزل. الآن هو ما مات، ربنا رفعه إلى السماء. فهمت؟ ده بالقرآن. أما بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا. تقدر تغالط الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجي يقول لك لا، الحديث ده بيعارض القرآن. بيعارضه وين؟ بيعارضه وين يا كذاب؟ بيعارضه وين يا مستهبل يا مفاهيم؟ وين بيعارض القرآن؟ ما في أي آية قالت إنه عيسى ما نازل. ما في يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الوفين ما معنى الموت؟ ما معنى الموت؟ بعدين نسأل سؤال، لو قال الوفين معنى الموت نقول له أنت بتفهم الحديث أحسن من الرسول؟ يعني الآية دي تفهم أحسن من الرسول؟ ربنا نزل عليه إياه، ما كنت تقول أنت أفهم منه. والنبي عليه الصلاة والسلام عربي قرشي، يعني ما بتفوت عليه ضمة ولا كسرة في اللغة العربية دي. انت لغتك جت مكسره، انت والترابي بتاعك اللغه جت مكسره. انت تعرف شنو يا اخي؟ يا اخي انت عربي؟ خليك من ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم عربي، تقال معناه شنو عربي دي؟ عربي معناه كلامه اللي بيقوله كله معرب. شفت معرب عديل؟ انت كتب اللغه دي بتاع ناس الشنفره وسيبويه وديل، ما بحصلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ديلك ذاته مشان يتعلموا العربي ده بيرجعوا للحديث يتعلموا ان العربي ذاته. عربي نظيف. انت عربي يا شعبي؟ انت من غطفان؟ انت من مضر؟ من وين انت؟ من وين؟ يا اخي انت مالك؟ احنا ما دلنا ننبذ العرقيات، انا ما بتكلم عن عرق لون، يعني لونك برق ولا لونك حمر ولا حمامي، ده ما قضيتني معاك انا. انا بتكلم عن اللسان، اللسان العربي ده، عشان انت تفهم اللغه العربيه صح. يا اخي ما عربي يا اخي، وانت الدارجيه ما بتعرفها. الدارجيه ما بتعرف تتكلموا زي الناس. طيب قال الدجال ما حيظهر في اخر الزمان. كده بس غلاط للرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال حيجي حيظهر الدجال. لا قال ما بيظهر. ليه قال في تناقض في الاحاديث. مره قالوا اعور عينه اليمين، ومره قالوا بالشمال.
لأنك أنت ما بتفهم، ما بتفهم اللغة العربية يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى، وفي رواية اليسرى قال كأن عينه عنبة طافية باليه. ركز معي كويس، دي العين يا تفين، دي العين الشمال. العين اليمين قال كأن عينه عنبة طافئة بالهمزة على نبرة. تعال نديك حصة بتاعت إملا يا شعبي، أول حاجة نوريك إملا منظور، أنا أكتبها لك المرة الجاية، بكتبها لك في الشجرة دي. في طافئة دي اليمين، وطافية بالياء دي الشمال. الطافية معناها شو؟ طافية من طفى يطفو. يقول لك الحاجة دي بتطفو، بتطفو يعني شنو؟ يعني فوق. العين الطافية يعني المرقة لبرا، فهمت كلامي ده؟ يعني المرقة لبرا طافية. طيب وعينه طافئة بالهمزة من أطفأ يطفئ، يعني مطفية مطفية لجوه كده. إذا يبقى عيون الدجال عاملات كيف؟ عين مطفية ممسوحة تماما دي اليمين، والعين الشمال قاعدة لكن طافية مرقة لبرا، طافية مرقة لبرا. ده إذا وصف الدجال كده، عشان ما تقول الحديث متعارضة. متعارضة إيه؟ متعارضة أنت ومتعارضة الترابي ومتعارضة الدجال ذاته. هم ما ديلا كان قاعدين بيبقوا معاه بعدين، أنا متأكد. شوف الشعبين لو بيبقوا قاعدين، ده جماعة الدجال ذاته، ما هو عنده ناس يتقال الدجال ده بيجي براو، عنده جماعة بيشتغلوا معه بعدين. أي ما ذاك الدرويج بتاعهم ذاك قبل كده قال الدجال لو جه هنا قال نحن بنكاتله. أنت بتقدر تكاتله؟ دجال خلي الدجال، الدجال ما بتقدر عليه. يا هون دي الناس نافع قاعدين، تعال كاتلهم. دجال بتقدر عليه أنت؟ ما بتقدر عليه هذول، هذا اللي بيقدروا عليك والله، هذا ينجموك نجام. كويس. قال مرة يقولوا اليمين مطفية، مرة الشمال برا بالنص، بالنص يا تدي دي الثورة ولا شنو؟ ما بعد يذبحوا بالنص. طافية مطفية اليمين لأنه أعور، دي ممسوحة تماما، عينه اليمين دي ممسوحة، الشمال دي مرقة لبرا، مرقة لبرا كده ده، فهمت؟ عشان كده العلماء قالوا زي ما قال ابن حجر، أعور معناه معيب يا أخوانا، فيه عيب هنا وعيب هنا، فينا الاثنين. كويس؟ لكن ما دين ما مواهيم سا يا أخي، الواحد فيه لو قاعد يتعلم ما كان يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما تعلم، جاهل. طيب نمشي قدام. قال أنا أعلم من الرسول، ده التراب. والولد ده أظن ذاته حسب ما بلغني قال هو ذاته أعلم من الرسول. تخيل بيقرأ في جامعة السودان، بيقرأ هو طالب يعني، شايل له دفتر وبيقعد ده قدام دكتور، والدكتور ده حضر له معلومات يجي قاعد قدامه، وده اللي أعلم من الرسول، خد بالك. يا أهبل يا رعن، قال قلت أعلم من الرسول. الأحاديث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة دي، القالة الليلة دي الناس بيحضروا فيها ما كملوها. علم زي ده لقاك أنت؟ بيحضروا فيها الليلة دي في الأحاديث. واحد يقول لك دكتورة في حديثين بس، دكتورة دي بتاعت أسد الترابي ده شنو ده؟ دكتور صح؟ يعني حديثين من الرسول، حديثين بس. في عالم من العلماء مؤلف مجلد كامل، مجلد كامل في حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قصة سيدة عائشة بتحكيها عن نسوان يتلمن 10 نسوان، أي واحدة منهم بتتكلم عن 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 راجلة. واحد قال لزوجي يا غيايا طباقا كل داء له داء. تعال يا شعبة أتحداك أنت للصبح أفسر لي ده بس. هما قال أعلم أعلم هو ولا ذاك. كويس؟ يلا ركز معاي. أنت مش قلت الحديث ده فراو. في عالم الشيخ العباد حفظه الله ألف فيه مجلد كامل أو غيره من أهل العلم، ما هو ذاته. ركز معاي. واحدة قال الزوجي العشنق، ما هو العشنق؟ طب قلت عربي، قلت عالم يا أخي. زوجي العشنق قالت إن أنطق أطلق وإن أمسك أعلق. واحدة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تعال فسر، تحداك يا شعب. أنت قاعد تعال هاك المايك، تعال مايك تعال فسر لي بس. غيايا معناه شنو؟ غيايا معناه شنو؟ العشنق ده منو؟
يا عشان غبته. تعال فسر. قال انا اعلم من الرسول بالله. ما شاء الله عليك يا شاطر، صفقوا له بليد هذا المايك. تعال خش اتحداك اعلم من الرسول بلا. شوف قله الادب دي يا اخوان. هسه انت كان قلت اعلم من التراب، يجيك واحد فلسفي يقول لك يا اخي معقول انت اعلم من التراب؟ والله يا ولد قد مشيت حيلك اعلم من الرسول انت؟ بلاش قله ادب فارغه فارغه دي والله. واحده من العشره ده حديث واحد، خد بالك. واحده من العشره ديلك قالت لو زوجي كلحم جمل غث على راس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فسر تعال. بتعرفوا غص معناه شو يا ولد الشعبي يا ده ترابي؟ انت اعترف انك زول طيره وزول ما عندك موضوع، ما تجي ثاني تتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم في الصحابه. دي قله ادب منك. الفرصه مفتوحه لك. الان انا وقفت ما ادري ارد ذاته. فرصه مفتوحه للشعبيين، للشعبيات، للمتشعبين والمتشعبات. فرصه مفتوحه لك يا قليل ادب. تعال هنا. انت خايف اننا نحن وتقول اعلم من الرسول؟ اعلم من الرسول ما تجهلنا انا ذاك ده خليك من الرسول صلى الله عليه وسلم. دي مقام عالي جدا يا اخي، مقام عالي. ده فصحاء العرب، فصحاء العرب. الناس اللي عندهم علم في العرب ديل عندهم علم ما سهل. في واحد اسمه الوليد بن المغيره، بيسموه ابو الوليد، لا كنيا له، وهو بيلقب نفسه بيقول انا الوحيد. الوحيد معناه شو؟ قال ما في زول اعلم مني انا اصلا. وحيد، بعرف التوراة، بعرف الإنجيل، بعرف الكتب السابقة. يوم من الأيام قال له امشي للنبي صلى الله عليه وسلم، امشي له واسمع منه القرآن وقل لنا في القرآن قولا فصلا. ما داري انت انا اي كده ولا كده، انتهي لنا من القرآن ده. مشى له النبي عليه الصلاة والسلام، خلاه يتكلم نظم، ما خلى حاجة. قال له فرغت يا أبا الوليد؟ كملت؟ قال له نعم. قال أما بعد، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. إلى أن قرأ الصفحة الأولى من سورة فصلت وربع الصفحة الثانية قال له أنشدك الله والرحيم ألا كففت يا محمد. أقف. سكت، جا راجع لقريش. أول ما جا راجع قالوا لقد صبأ الوليد، يعني ارتد. قالوا جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، وشه ده متغير. قال له مالك يا ابو الوليد، حاصل شنو؟ القران ده كيف؟ قال لهم والله ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمخضر وما هو بقول البشر. قالوا اذا ترتد مكه وشباب مكه بضيعوا لو انت العالم قلت كلام زي ده. قال لهم اقول شنو؟ قال لهم ما هو بقول البشر، ده ما كلام بشر. ها؟ قال له قل سحر. فقام قال سحر، ربنا قال ففكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. الوليد الوحيد ما قدر يعمل أي حاجة. دار تقدر أنت يا فنطوط يا شعبي؟ أنت بتعرف شنو يا ولد؟ تعال هاك المايك، خش تفضل خش يا شعبي. ما بتقدر، انت بتخاف؟ احنا شايلين شنو؟ ما في مويه، بس نشرب المويه دي كلها وابدا اشتغل. مش بتعرف دي قله ادب فارغه. واحد ما قادر يجي في الوطن زي الناس يجي يقول انا اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام الشافعي اخذ حديث واحد، حديث واحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم لقى له طفل، طفل صغير عنده عصفور بيلعبوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيداعبه، وكان من اخلاقه العاليه انه احيانا يداعب الاطفال بكلمات طيبه. قال له يا ابا عمير ما فعل النقير؟ دلعوا دلع شنو؟ العصفور بتاعه ذاته. يا ابا عمير ما فعل النقير؟ الحديث ده مش جملتين. الامام الشافعي طلع منه 70 فائده فقهيه وعلميه. تقول لا اعلم من الرسول يا قليل الادب، اعلم منه بشنو؟ وقال قال ذاك يا هنا في كلامه قال نحن بنعرف فرنسيه وبنعرف شنو؟ فرنسيه بتاع شنو يا ولد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ضب، انت بتعرف الضب؟ ده ستة تتكلم معاه كيف؟ ولغته بيقراها وين؟ في كليه الاداب في لغه الضببه.
دي تلقاه وين انت ذاتك. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع حجر ابن عباس صحيح مسلم، قال والله في مكة حجر لما هو يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض قال يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، يسلم على النبي، حجر ده ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم يرد له السلام ويمشي. قال لما أنا أجي براي بسلم على ما برد بقول أي حاجة الحجر ساكت يقلبه كده يقلبه ما في أي حاجة. أها لغة الحجر دي كيف يا خليك من الفرنسية، الفرنسية دي ما بيقروها في آداب هنا ده وبيقروها في لغات جامعة السودان وآداب النيلين والخرطوم فرنسية، بتلقى لك واحد شاف في فرنسي وسكران بيعلمك ليش شنو يعني؟ تقال شنو فرنسية؟ ما علم تجريبي يا مدين ميكانيكا وهندسة تبتدي تقرب شيل مسطرتك سطر بهيني واشخاط بهيني والوية بهيني بعد شوية بتمشي هناك عامل فيها مهندس وكذا هم. ما علم علم تجريبي بتتعلمه، لكن أنا دار أديك علوم عند النبي صلى الله عليه وسلم العين أبوك ما عنده دي ما بتعرفها أنت دي تاني فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على منبر على جذع شجرة، جذع بتاع شجرة بيخطب عليه وبيطلع صلاة الجمعة تمام؟ بعد ذلك جاء واحدة من الصحابيات عندها غلام حدادة ونجار عمل لها منبر من خشب قوي وسمح، فقامت قالت له استبدل ده بده، لما بدلوا الجذع بقى بيبكي اللي كان بيخطب عليه زمان بيبكي على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه سكته زي ما يسكت الصبي، معليش معليش خلاص اسكت، ده بيقدر على الترابي؟ بتقدر عليه عشا الغبشاوي؟ تقدر عليه احسان ابو كشوه؟ ها؟ تقدر عليه سميه احمد خليفه؟ بيقدر عليه ابو بكر عبد الرازق؟ بيقدر عليه منو ده؟ ده علم انت عندك؟ يا ناس واحد ما يبقى احمق، ما يبقى احمق، ولكن شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم امي امي قال ما يكتب ولا يقرا لانه هو بليد. هل انت قايل دي نقص في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقص فيه كونه ما بيكتب وما بيقرأ؟ لا، ده كمال للشريعة ذاته، ودي المعجزة هنا ذاته، كون النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بيكتب ولا بيقرأ وربنا ينزل عليه القرآن يعجز الناس اللي بيكتبوا وبيقروا، دي المعجزة هنا. لأنه لو كان بيكتب وبيقرأ كان ممكن يطعنوا في رسالته، صح ولا ما صح؟ يقولوا ما أصله معروف بيكتب الحاجات دي من زمان، لكن المعجزة كونه يكون ما بيكتب وما بيقرأ ويجيب قرآن اللي بيكتبوا وبيقروا ها ما يقدروا يجيبوا زيه. عرفت هذه المعجزة؟ عشان كده ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. عرفت الفهم ده كيف يا شعبي يا غبي؟ انت غبي متفق معايا يا شعبي ولا ما متفق معايا؟ تعال هاك المايك اثبت انك ما غبي، تعال وقاعد بين الولد ده مشى ولا شنو؟ قول له لازم يجيب رجالك الكبار، انت ما بتقدر ولا يجيب مره كبيره ممكن انا اغشها برضه شعبيه نازل. طبعا بيحبوا الترابي ومتعصبين له جدا. انا عندي قريبتي لما انا اغشها ولا اجيب لها سيره الترابي تبكي طوالي. لا 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 ولا شنو؟ الترابي شنو؟ تخيل معاي. لا يقول لك ليش يا حسن؟ طيب قال المرأة تصلي وتأذن بالرجال، بعد شوية مشى قدام لقى الحديث حديث أحد، ما هو قبل قال شنو؟ قال حديث الأحد ما بياخذوا بيها، قال ده حديث أحد لكن بناخذ بيه. شفت الأولى ودي كيف؟ أنتوا قبال يا شعبين ما قلتوا حديث الأحد ما بناخذ بيه، وده مش أحد، ده حديث حتى صحته فيها مقال ذاته، لكن الحديث صحيح. والمرأة اللي صلت بأهل دارها مش صلت بالرجال، اتحداك جيب لي رواية انها صلت بالرجال، ما بالرجال، بأهل دارها، وأهل دارها من النساء ما من الرجال، زي ما جاب ابن حجر رواية للحديث قال من النساء، أهل دارها من النساء ما رجال. بعدين سؤال يا شعبي، تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الجامع البيجاي ده، تخيل معايا كده، وأم ورقة بتصلي في بيته هناك، زول من الصحابة يخلي الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي يصلي مع أم ورقة في بيته، عليك الله كده، تخيل معايا كده، وسع خيالك. هو لو أصلا دار يصلي في بيت ليه يصلي في بيته ورا أم ورقة؟ ما يصلي في بيته وبرا، ليه يجي يصلي مع أم ورقة؟ عشان تعرف الكلام ده ملخبط، فهمت؟
فأم ورقة صلاته كانت بالنساء ما بالرجال أصلا ما بالرجال. طيب قال سئل الترابي عن المرأة يمكن أن تكون ولية لنفسها يعني تتولى أمر نفسها في الزواج. الترابي مرة عقد لوحدة برا كده هي مباشر قاعدة جنب الولد زوجته كنفسي قبلته خلاص ده زواج قال ما بجوز ما بجوز. ليه؟ شوف الدليل بتاعه قال ربنا قال ولا تعضلوهن وتراضوا بينهم بالمعروف ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قد الدليل إنه ما تعضلوين يعني خلوين نقول له ده دليلنا نحن إنه أمر الزواج عند الراجل ما عند المرأة. ليه؟ لأنه ربنا قال ولا تعضلوهن. اللي بيعضل المرأة منو؟ ده ولية ده ولي اللي بيعضلها. اذا ده الدليل على انه امر الزواج عند منو؟ عند الولي ما عند المراه. وانت قال دي بتتكلم عن شنو؟ دي بتتكلم عن المراه اللي طلقها راجلها. دي الايه والوالدات يرضعن اولادهن. امشي راجع الايه. كويس؟ طلقها راجلها. بعد ذاك يتراضوا بيناتهم انه يرجعوا اثناء العده. او بعد خروج من العده. لانه اثناء العده الامر عند الراجل ما فيه مشكله. بيرجع طوالي. لكن لو خرجت من العدة بعد ذاك بيبقى الأمر بيرجع للمرأة ولوليها الإذن عند الولي هناك. فقال فلا تعضلوهن يعني المرأة لو اتفقت مع راجلها إنها ترجع كويس. المرأة إذا تراضت مع راجلها إنه يرجعها يرجع تاني إنت ما تعضلها يعني إذن لها إنه ترجع تاني. ده معنى الآية وده دليل إن إحنا ما دليلك إنت. طيب فاضل آخر شوفها أو شبهتين نفتح الفرصة وبعد ذاك نواصل. فرصة مفتوحة. الشعبيين ما تخافوا ما في حاجة الموضوع ده عادي جدا والله. أنت بس قلت لك كلام وتحمل مسؤولية كلامك. فرصة مفتوحة يا شعبي. الجماعة دي المشمس كان بكوركو هنا بيقولوا دارين ناس يناقشوهم ها؟ طلعوا برا الجامعة ولا شنو؟ برا الجامعة قالوا بيجوا الركن، خلاص تعالوا. خش يا ولد. خليك فالح وخش. طيب بعدها قال كلام فارغ كده. السنة قال فيها أخطاء لغوية ونحوية. قال تعالوا ورينا النحو ما عرفوا النبي ده زادوا هنا. تعال يا سيبويه. تعال ورينا النحو ما عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ده وينو؟ تعال اعرف حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تعال اعرف حديث البيعان بالخيار. تعال اعرف اي حديث انجرك حديث واعرفه لنا. قال ما في ناسخ منسوخ في القران. قال اما الايه بتاعت شنو؟ ما ننسخ من آية أو ننسها. قال الآية دي هنا الآية معناها الآية الكونية ما معناها الآية الشرعية. بالله عليك يا شاطر مرة أنا واحد ناقشت من الشعبين ذاته في المحل ده هنا أظن ولا الشجرة ديك ما عارف. قال أنا داري ناظرك. قلت له خلاص كده قبال المناظرة أبدأ كده توريني موضوعك شنو موضوع النسخ. قال كويس. قلت له والآية قال بتتكلم عنها إنتو دي. قلت له أقرأ طلع مصحفه من جيبه ما حفظ الآية ذاته. طلع المصحف بتاعه من جيبه داري كده. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قلت له أنت عمى كده اقرأ ننسخ دي فيها ضمة ولا ساكنة؟ مين المصحف بيقرأ غلط؟ تخيل معي وداري ناظر. ما ننسخ فيها ضمة؟ يا أخي الله يضمك للدين الصح يا أخي الله يضمك. ما فيها ضمة يا أخي. ما ننسخ من آية لأنه ده شرط. ما ننسخ وفعل الشرط بيكون ماله؟ يا ناس انتوا قريتوا السادة السودانية وقريتوا فعل الشرط بيكون شنو؟ مجزوم صح؟ والجزم بيكون بشنو؟ بالسكون. الله يسكنك يا شعبي يسكنك في العشش. ده بيكون ساكن. ما ننسخ ما فيها ضمة من آية أو ننسي نأتي هناك ده جواب الشرط نأتي بخير منها ومثلها. يا بليد وانت ما فاهم حاجة
زول ما قادر يقرا من المصحف صح، يجي ناظر كيف؟ كيف يناظر بس؟ المهم قال هنا الآية المقصودة الآية الكونية. واحد مرة ناقشته زول كبير، خليك من اسمه منه، كبير في البلد دي، ناقشته الموضوع ده ذاته، قال لي القرآن ما فيه إنه آية محل آية ثانية يعني نسخ ولا تبديل، ما في قال لي أصلا إلا آية كونية، لكن آية شرعية ما في. قلت له في ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دي آية شرعية ولا آية كونية؟ دي آية شرعية بدليل الآية البعدية طوال بعد الكلام ده ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. بيعلمه شنو؟ القرآن صح؟ إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. دي آية شرعية ولا آية كونية؟ دي آية شرعية هنا، عرفتها؟ لكن ذي الجهلة ما عارفين حاجة يا أخي، ذي الجهلة ما عارفين حاجة. طيب الفرصة مفتوحة للنقاش يا شعبي. هذا شيخ مزمل، شيخ مزمل ده ناظر الترابي، مناظرة كانت مدتها دقيقتين. الترابي وجماعته بيبكوا منها لسا. نحن كنا في الجامعة الزمن ذاك في الميدان، كنت في الميدان اللي اسمه البجاية، اسمه شنو؟ الغربي. محاضرة كبيرة والترابي النسوان قاعدات بجاية الشعبية. لما مزمل خشة ودرشوا بثلاثة حديث في دقيقتين، لما سخن مع شديد الشعبيات بينا قاعدة يبكن النسوان. لا يا ولد يا قليل الأدب، بجاية بيبكن. قال أدب في شنو؟ في شنو قليل الأدب؟ الشيخ بتاعك كان ده بينبح ساعة ونص بيطعن في الدين. قال الجماعة يقول لك السعي بين الصفا والمروة. قال التجاري وجاي، جاري وجاي، في شنو قال تجري وتجي؟ في شنو قال؟ تسلم في الصلاة السلام عليك وسلم على منو أنت؟ قال ما في سلام، قال ده كله كلام فارغ، ما في سلام، ما في سعي بين الصفا والمروة، ما في. قال السماء يقول لك فيه سدرة، سدرة شوك في السماء. قال السماء فيه شوك؟ يا زلمة منو قال لك بتاع الشوك ذاته أنت؟ ما هي سدرة قال لك شوك منو؟ أنت هي سدرة إلا زي حقتك دي؟ طيب بس الجنة دي ربنا قال فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وفيها أعناب وزروع، ده كله زي حقك هنا ده؟ والله كان زي حقنا ده الله يعوضنا زي الجنة زي حقنا هنا ده؟ ما ممكن يا ناس، ما ممكن. فده قال في شوك، قال السيدر ده أصلا فيه شوك، وما دام فيه شوك ما ممكن يكون في السماء. قول فيه شوك، ليه ما ممكن يكون في السماء؟ ليه يعني؟ ما يكون في شوك يعني مشكلة شنو؟ ده كله كلام فارغ، كل اللي بيسوي فيه التراب ده كلام فارغ. ونحن الحمد لله لما نقول الكلام ده للطلاب العاقلين والمستنيرين والمتعلمين كطلاب جامعة السودان وغيرها من الجامعات السودانية، نحن ما بنحتاج لكلام كثير عشان نرد على باطل زي ده. يا شعبي يا شعبي، احنا ما محتاجين لكلام كثير، ها؟ لأنه الطلبة ديل لا يمكن يصدقوه في كلام زي ده انت بتقوله. عموما الفرصة مفتوحة للنقاش شعبين، الفرصة مفتوحة للنقاش. انتوا مالكم الليلة في شنو؟ ها؟ خلاص شيخ عشان مزمل جا ولا شنو؟ خلاص يا شيخ مزمل امشي حالك طوالي، امرك بيجاي. خلاص تعالوا خشوا ناخذوا. تفضل يا شيخ. الشيخ شيخ مزمل تفضل.